مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في الجزائرية. وانا بتوريكم الصورة هذه تاع بعد المناظر تاع تصيلي تاع جبال التصيلي، ونشوفوا دو لاروش هذه، كاين لاروش فولكانيك، كاين الجرانيت، الرملة. لكل حال يا بوكو دو ميستير في الجنوب، خاصة فيما يخص لي غرافي ريبيست اللي خلاهم الناس يا 5000 ولا شحال ولا أكثر، خلاو باللي كانت المناخ ما كانش كيما راه هكذا، كان مناخ وين كان فيه كيما يقول لك اون فيجيتاسيون، كان حيوانات، ومع الوقت تغير المناخ على مستوى العالمي، ورجعت الصحراء ورجعت الجبال ورجعت بون. على كل حال نشوفوا احنا الحال كيفاش راح يكون غدوه الصباح ان شاء الله. عموما تعرفوا المواد مارس كيفاش الايام دي فوا تحبس، كان والو ديال الريح، سورتو الريح فيها خصوصا في الجنوب، واللي يخلي بعد التطيور مارس مارس افريل معروفين. غدوه ان شاء الله مع الصباح نقدروا نصيبوا بعد السحابات تهم بعد الولايات الغربيه والوسطى، حتى تقريب مرورا بالهضاب العليا الوسطى حتى لمنطقه الواحات ومنطقه شمال الصحراء. السحابات واش بدون فعاليه صفا يهم الشرق البلاد وكذلك الجنوب الكبير. نجوزوا لدرجه الحراره ننتظروها مع الصباح مع الفجر ان شاء الله اللي بكروا. شويه فريشكا الحاله، فريشكا خاصه من جهه مدن الاوراس ما بين 3-4 درجات، حتى من جهة الصيف العلمة منطقة الخروب بولاية قسنطينة، كذلك واحد 15 درجة بني عباس، 11 بالعاصمة، 11 بوهران مستغانم، كذلك بني صفخة سوات، 11 ببجاية، 10 درجات في منطقة سكيكدا جيج العنابة والقالة، 5 بسوق أهراس، 6 بقلمة، 6 بتيزي وزو البويرة، 5 درجات كذلك في البواقي وتبسة، 13 بحاسم سعود ورقلة، 12 بالواد توكورت وبسكرة، 11 بزلفانة غرد دايا ومتليني. فيما يخص منطقة الجلفة حوالي 4 درجات هي وزعيطرة كما يقولوا زعفران من جهة الشارف، منطقة قرية واسمها زعفران. على كل حال 4 درجة بارد الحال، كانوا بكري يكلتيفو بزاف زعفران. 17 به منطقة أولف ورقان، 16 بتندوف، 15 على الصحراء الوسطى وأيضا منطقة عين مناص ودبدب وإليزي، و20 درجة إن شاء الله مع الفجر على برج باج المختار وعين أزاوة. دوك نشوفوا الحال كيفاش راح يكون ظاهرة نهار الغد إن شاء الله. بدون تغيير تعبر بعد السحب سما صافية تغيم صافية وتتغيم مع شوية ريح سي نورمال بعد مارس على كل مناطق الشمالية تاع بلادنا، واش سميشة تكون فارضة نفسها إن شاء الله. والجنوب الكبير سما صافية تماما، دائما هذا الرياح اللي تقدر تكون على بعض المناطق تاع الصحراء الوسطى بين ولاية النعامة ولاية غردايا منطقة المنيعة، ندوها حتى منطقة عراك بباب الهوكر بأراك، تبعد حوالي واحد 300 كيلومتر على شمال مدينة طمراسيت، وكذلك الزوابع الرملية تقدر تكون على هذه المنطقة تاع صحراء تنزلت. كذلك نشوفوا درجة الحرارة ننتظروها إن شاء الله ظاهرة نهار الغد، راهي في المعدل الفصلي 20 على وهران، 29 على عين مناص وجانات، 31 بتندوف، 17 بالبويرة تيزوزو، 23 بمنطقة غردايا، 39 ببرج باج المختار عين قزام تمياوين وتين صواطين، طمراسة 28، وكذلك بني عباس ومنطقة إقلي وثاغيت 28 درجة إن شاء الله. دوك نجوزون للملاحة والصيد البحري. البحر عموما يبقى مهول، خاصة يبقى فيه الريح مهول خاصة في اللاج، لأنها يبقى دائما هذا الجنوبي غربي سيدي سيدي وست ما بين 30 في كيلومتر في الساعة للسواحل الوسطى وأيضا الغربية، ومن دلس العوان حتى للقلاة تم 40 كيلومتر في الساعة، في بعض الأحيان 50 كيلومتر في الساعة، واللي يخلي شوية البحر مهول في اللاج. كذلك حتى على الجزر باليار وجزر سردينيا ما بين 40-50 كيلومتر في الساعة، والاتجاه دائما جنوبي غربي. كالعادة نختموا هذه النشرة الجوية بهذا المنظر الجميل تاع جبال التصيلي. غدوة إن شاء الله ولحب ربي نكونوا 3-13 مارس 2018، غروب الشمس شروق الشمس على 7:02 والغروب